هلا والله، حياكم الله. معاكم اخوكم شملاني. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان افضل صدقه صدقه المال، واحنا حاليا بسوق المباركيه عند سبي بالبعيد. من الاماكن المميزه والقديمه لازم اللي يجي سوق المباركيه تحرص على زيارتها، لانه يمثل الماضي. وهذا السبيل بنى قديما، راح نعرف متى انبنى ومن الذي اسسه. وما شاء الله وما زال احفاده معتنين بهذا المكان والدوله رممته. تعالوا معانا ناخذ جوله ونسوي تغرير عن هذا السبيل. يا هلا والله وحياكم الله، تعالوا معنا. يعد السبيل بن دعيج الذي أسسه المحسن الكويتي عبد العزيز محمد لدعيج عام 1876 في سوق المباركية أول وأقدم سبيل ما في الكويت. وكان المحسن لدعيج أوصى بوقف مجموعة من العقارات تشمل 9 بيوت و3 دكاكين تصرف على هذا السبيل، مما زاد هذا الموقع بركة وازدهارا. وعام 1966 تسلمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم سلم للأمانة العامة للوقف عند إنشائها. ونترككم جولة مع سبيل بن دعيج. يا هلا والله وحياكم الله.